ما سأقوله الآن ينطبق على كل المنجمين، من ظهروا من قبل ومن سيظهر منهم في المستقبل، حتى لا ينخدع الإنسان في عصر الظلمات. الآن أي شخص يقوم بالتنبؤات بواسطة قدرات خاصة من دون استعمال نماذج وإحصائيات اقتصادية مثلا أو اجتماعية، فهو يتلقى المعلومات من كيانات شيطانية لا نراها، هو فقط من يراها. وهذه المعلومات هي نوعين: أولا كذب، ثانيا مخططات في طور التطبيق، وتعرف عنها الشياطين لأنها في كل مكان تتجسس. الله سبحانه وتعالى يقول: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. الشياطين لا تتنزل على الإنسان الصالح المؤمن، تتنزل على الكافر وعلى الشخص الذي يعبد الطاغوت. الشياطين ممنوعين عن السماوات، فلما تصعد وتحاول أن تسترق السمع من كلام أهل السماوات من ملائكة وغيرها لتأخذه إلى إبليس، ترمى بالشهب. لكن على الأرض الشياطين في كل مكان تسترق السمع وتتداول المعلومات كجواسيس، وتستخدم هذه المعلومات لصالحها. وبما أن مهمتها الأساسية هي أن يشرك أكثر عدد من الناس، فهي في كل مرة تختار ولي من أوليائها ليكون رسولا ينبئ الناس بالغيب المزيف. إذا أنت كمسلم تسمع لهذا الشخص وتؤمن بأن ما يقوله عن الغيب صحيح فأنت مشرك. رأيت مؤخرا مسلم مشهور على المواقع يقول أن بابا فانغا توقعت موت الكثير من الرؤساء، وبعدها رأى عن رئيس إيران أنه توفي. ماذا يعني هذا؟ أنك تصدقها؟ هذا الأمر خطير جدا عندما يصدر من شخص مسلم. الآن من هي بابا فانغا؟ بابا فانغا روحانية بلغارية عمياء ادعت أنها قادرة على التنبؤ بالمستقبل بعد أن زارتها كائنات غير مرئية. أصبحنا نعرف الآن أن هذه الكيانات شياطين، هي نفسها الكيانات التي تتنزل على أصحاب الطاقة بعد الطقوس، وعلى الروحانيين بعد الخلوة والأوراد، وعلى السحرة أيضا بعد الطقوس. وقد حدث لها هذا بعد أن حدثت عاصفة شديدة في منطقتها عندما كانت طفلة، وهذه العاصفة رمت بجسدها في مكان بعيد عن مسكنها، وبعدها فقدت بصرها. ثم بعدها دخلت مدرسة خاصة بالمكفوفين، وبعدها بدأت قدراتها تظهر. هي في البداية لم تكن تعطي تنبؤات عالمية، بل كانت قدراتها تقتصر على تقديم معلومات عن أشخاص هم الوحيدين الذين يعرفونها. وكانت تقدم أيضا العلاج عبر طقوس غريبة، مثلا كانت تعالج مرض الربو بوضع قطعة سكر تحت وسادة المريض، وتعالج العقم بوضع حبة بيض لمدة 3 أيام في مكان ما إلى آخره. المهم طقوس غريبة. وبعدها أصبحت معروفة بتقديم تنبؤات معينة، وحظيت بعدد كبير من المتابعين، حتى أن كبار المسؤولين كانوا يزورونها. من بين هذه التنبؤات يقول الناس أنها تنبأت بأحداث 11 سبتمبر، ولكن الأمر غير صحيح أبدا، لأنها قالت في سنة 1989: رعب رعب، سيسقط الإخوة الأمريكيون بعد أن هجمتهم الطيور الفولاذية، تعوي الذئاب في الأدغال وتسيل دماء الأبرياء. هذه الجملة في الحقيقة لا تعني شيء، ليس لها معنى واضح أبدا، وهي دائما تخبر بالتنبؤات على شكل استعارة، وكل شخص يقوم بالاستنتاج الخاص به. النقطة الثانية هي أن كل تنبؤاتها التي تدور في الأنترنت نسبت إليها فقط. كلما يحدث شيء المواقع تنسبه لتنبؤات بابا فانغا لكسب المشاهدات. تنبؤاتها الحقيقية موجودة في كتاب واحد كتب من طرف ابنتها، وهو مكتوب بالبلغارية، ويحتوي على الكثير من التنبؤات التي لم تحدث أبدا. سنذكر منها: 2010، الحرب العالمية ستبدأ في نوفمبر 2010 وتنتهي في أكتوبر 2014، وستبدأ كالمعتاد، ثم سيتم استخدام الأسلحة النووية وبعدها الأسلحة الكيميائية. 2011، نتيجة للتساقط الإشعاعي لن تبقى حيوانات ولا نباتات في نصف الكرة الشمالي، ثم سيبدأ المسلمون حربا كيميائية ضد الأوروبيين الباقين على قيد الحياة. 2014، سيعاني معظم الناس من القرحة وسرطان الجلد وأمراض جلدية أخرى نتيجة للحرب الكيميائية. 2016، أوروبا ستصبح شبه مهجورة.
كل هذه التنبؤات لم تحدث لسببين، أولها كانت مجرد كذب، ثانيا كانت مخططات حقيقية ولكن فشلت. في كلتا الحالتين لا يجب على الإنسان، خاصة الإنسان المسلم، أن يهتم لأولياء الشيطان وأن يسمع لهم أبداً.